السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في حياتك لا تذهب الى حيث يأخذك الطريق، بل اذهب الى حيث لا يوجد طريق واترك اثرا طيبا. في حياتك لا تجبر احدا على محبتك، بل اجعل أفعالك تجبرهم بذلك. في حياتك لا تصبح حكما بين المتخاصمين، بل كن مصلحا بينهما، ولا تتسرع بالحكم على الآخرين، والتمس العذر لهم دائما. في حياتك سامح بقدر المستطاع، وابعد عن الظنون السيئة، واجعل مجلسك متعتهم وغيابك شوقا لهم. في حياتك عامل الناس كما تحب أن تعامل، ولا تعاملهم بحسب الظروف والمواقف.